السلام عليكم حبيبي نعيزن طحاب زيوم ديال البرنامج نسق سيودان امر بدا كيوم مثلا عبد الواحد ديال البرنامج الجديد الحلقه الجديد عسق سيد الجديد سقسي نهار هو يعني بن طيب عن السقسا فاروان بن طيب مني خصني بن طيب ديري مليح نيخ ايش حاجه قضي النظر تمنى ما دري بن طيب امر بدا خص ما تسلم الاراء اذا من داخلنا السؤال قيم مكان. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي حسن ديال مجي لاباس. الحمد لله غير عبد الواحد شكون مليح. شيخ رب العالمين. السؤال من نهار البرنامج انس سيودان من يخصني بن طيب اتيري مليح. من يخصني بن طيب اتيري مليح. نيخ من دايزي النظر تمنيت ديري بن طيب. من دايزي النظر خصني ديري بن طيب. خصيت مركب الثقافي. خصيت الملاعب ميني فوتات شراح وا ميني فوت وا ينديت ميني فوت امشناو متاع الباسكيت متاع التنس ولا شادي بنطيب الدقا لا اخي ميني فوت شكي خزاو بنطيب انيش نير زي ميني فوت تي عندي زي حرم مارا ثم العام مشي كميني فوت اي كابس مارا مرفاشو بلوتي تاع المستي تاع زي السوق فهمت ايوا واش كان ولكن كابس انا شاخ ذا يجي كابس خساب ذا ميني فوت اني غاش متاع الباسكيت متاع التنس فهمت و نشرحو خصنا تقندا قاع المغطى فني خصا ولكن قد تقند ان شاء الله استغفر الله سلعه الثاني الله اعلم ايوا من يا اخي عبد الواحد الصحه الثانيه راح الملعب شال كورنيش ماكدونالد راح الملعب مقنعه الثانيه انجزيا حشومه شال كورنيش ماكدونالد لا تقني ايوا خص قد نشاع اسم هذا اش كذا مش قانا واش مين تمنيت ومين تمنيت شحال تمنيت ديري الملاعب مركب الثقافي شي حاجه تيري الثقافه يمو شحال وعيوذا اقش كلام الذاي اما بنا يعني غصتو عاد قال اسماء تاع ماكدونالد عاد ثاني من عاجي يعديس اخبيس شنو بنا يعني يقلوا عن شنو ثاني عاد الماكله انا وقت ثلاث مواطن يعني تاع القوع شي بلا ثاني يقلع من يهود واحد السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا لومينو مليح صداك النظا باش خاكس تجمخ خاكس اخي زومبي مرحبا بك جديد بعد مليح الحمد لله اش يا حفظ العالمين اش نوايا بالعالمين السي حلو نهار السؤال النخ هو للبرنامج انس سيودان مين داير زي بن طيب يتخصى مين داير زي النظر تاع زود زي بن طيب ايش حاجه قد النظر تمنيت اتري زي بن طيب خصها خرب حام سيدي يعني. واش قرب حق الهي يا قوجي واش حاجه تيري مش مشروع عموني خشم اخي خصنا انا ونخي خصنا كل شيء كيف كيف قال ازمه ماني ما الازمه ديال النظر ديال طيب عارف فيك مرتج على والو والله لا تقعدش نجلس نخلي زومبي ستان درام ما عرف من طاج دي سبعه من غنيني انا ويا صاح شوف فيهم خي دقيقه والو التجاره والو التجاره والو نخلي زومبي نسع تروح على حضر مغاب 18 دي سبعه من الدقيقه ماسك صحاب اوروبا ماسك الهيره جني ماسك كلشي نقص كلشي كزيت عبي المهم باش تا وثقيم وثقيم كيجي الحاج لله يعني اذا يشك سيدي عليها الزدوه ماكدونالد في رياض دين الله ماكدونالد اين وقع ماشي الساعه 6 مليون درهم ماكدونالد انا قال ماكدونالد ماكدونالد لا ماشي ماكدونالد من حاجه نغني شمو شنو المشروع عمو شنو الجنسيه ديال ولاد ميمون مش ولاد ميمون شي حاجه ولاد ميمون سي ما تنصنو تاع ولاد ميمون ما هو كتعزي ولا خمين دايت خاك تعزي ولاد ميمون واخا الناس الناس اللي مسقين المسؤولين شكون ربح حياه الناس اللي مسؤولين نعزو ربح هذا دونت سوا دايس كنوينا في كورنيش ام سيدي عليه ولكن هذا صحابي زومبي صحابي غير ما يغاسلي التسني ولا نجبد عند الكريان فاهم اللي خلاه ما عندكش خدام حاجه خدام النظر وتجيبو دي بن طيب تمني دير دي بن طيب نازو تيري دي بن طيب حتى صنفا قيدي هم زواروت تم زواروت الفرق ايه حاجه قد النظر تاع زوتي دي بن طيب دي بن طيب تفتح الغاص هم زوار تخرج بعد السبيطان شني تمنى دم زوار دي بن طيب اخ قنسي دي عريو غا خشرنش خاصي سيدي قاسي دي عريض ربحه ونذ ربحه ويقن الهي يعني رب العالمين يقن ربحه شحال المشروع عمو مثلا ماكدونالد مثلا الفيريا يجنسي لينا ولاد ميمون شكون عبد الواحد ميمون قلق طحنت ميمون قلق طحنت فما انا شنو غاخ ماكدونالد سوق النابع تحت الدنيا سلمان اقشا واحد فما انا شنو غاخ المشاريع كواند غاخ من المشاريع اقشا في رخو وين زي غزاوية زيتوالي تتيشن فيزا بطر اقشا واحد غزاوية زيتوالي غاس نتيشن فيزا كنو غامتشي شادي النظرة حاجه مغني المهم ولاد ميمون شنو ذاق اخر شنو ندير قايده يس فهم ايوا عبد الثاني تصريح مشروع كواد جي تن دونت هذه نقنبحه و هذه نقن امونه كندي فاز قنبحه سرم واش قاد قنو خالي دونت هذه قن سنخشق ايوا قش كواد مشروع الواحد بو دام زي 6 سنوات غا 6 سنين بنتي باغا ما يبدر انتقى اقش قنلو توروت ما يقنلو توروت جيت تندري زيت مزيان زكم زين غادريوش
اقطع غام ذي النظافه لا ما قطع الدقه ها يا والله حمور قش ذايا وا طعم ما سوب تخدي فيديونا قنا على بيتخ غادي نتمنى غدا نشوف اصحاب الخارج كيس نشتي المعروف فهم قوالو خوانا زكو سوديا واحد نقارس مرحبا بكم نقارس الخباني تسلمي حوريا قزكو سمرس كنت درت 100 كنيو نحسب غير 150 يورو اكبر واش حس سموا هاي ثاب هذه حورين خارخ الصور دي بوبري شحال غنحسب بينش 120 الف مش قسمي ليا ما سموا خبري وجوا اصحاب الخارج اخا ايش كلمه اخيره غادي نبقى ذاك النيو بعد ما سوخنا دور سبريسي ياك زيد كلشي تحرق ها بقى ذاك النيو سوا طاس تعجب الموهبه نو تسمى تبعك النيو زير بدا باش تسن منزل طاب خويا عبد الله قرا الشيء ما راه غايتفهمنا واش ندغي صدفه ولكن تمني غزي السات سونت ومن التاريخ الجديد خاش بدا تسن دغا جديد ولكن ما نغنيش انا مقدر نضع جوا لي بنتي اش هو ودغا خاص تاكسي كنا 70 دور كنا الصور شان 7 شوي شوي يعجب شاي يخدم لك المخزن وانت كيما خدم هكا 70 دور هكا التاكسي راه بنتي والله لا الساخص نتكين الصور تقاد سرا ماشي نخبا وتجيبو ذونا شي حاجه قد النظا تمنيت هذه بنطيب ذي النظا اش تاريخ من دين ذي النظا قد ذي بنطيب كلشي قديته كلشي قد مركب ولاد ميمون المركب ذي بنطيب شا ولاد ميمون الشارع نسي صالح زيد يرفع قطعهم ذا ربحة ربحة يوث ساخ 20 مينو تقا خذي ربحة الكور مشاق الكور عمي كور نرد الكور نشاق الشارع عن السي صالح دايز الكور نيش دايز كور شي زيد شي حاجة مغنية نتمنى خقن شوية نجار دا ثماني فرنت العائلة الخو عطني ديخي كوشي قطع خذي بنطيب نتمنى خقن صاحبي شن حاجة رخو تاكي تقني حمين تمنى دي نتمنى خقن موش نجار دا المليح ماني غتعيح انت العائلات بنطيب كتكون هنايا كنسكن في بنطيب واه شي حاجة كتمنىها تكون عندك هنا في بنطيب وراه هي في الناظور شي حاجة كاينة في الناظور كنتمنى تكون في بنطيب الطوبيسات الطوبيسات الجداد ولا القدام؟ لا الجداد القدام ماشي مشكل مشكلة المواصلات الناس كيبغيو يخرجوا للمناطق هنايا في النواحي مثلا البحر مثلا أي بلاصة هكا ولكن ما مشكلة ترونسبور ضروري خصك يكون عندك ترونسبور ديالك هذا هو الكورنيش وداك الشيء لا وقيلا لا خصنا غير ترونسبور بعدها عاد نشوفوا واخا ترونسبور كاين السلام عليكم السياسي ديال لحظه كم ولا بخا مش تجي الحمد لله من مازيق داك الشيء سرخت مازيق الله يخش مليح لحظه كم شي حفظ ربي العالمين اينيا السؤال قد تريت جاوبي خاص او مينو بالنسبه لي نش ودينا واش حاجه ديال النظا احسن زي من طيب ولا زي من طيب احسن زي النظا ما راه كيف عارف يتعش الحاله نزيدش تن ودي مش حاجه شنا الا شتو ما تنخطو بيصات ولكن تسميتو قاعدين طوبيسات رادينا ما راني نشاو على هذا الشمل عارف يموني شعب ترونسبور هازوشك كاين خير تحبوا واش تغني يعني التعريف السي عبدو من طيب الفنان مشهور دي نديت نعرف اي موطان نعرف السلام عليكم السلام ورحمه الله اش تصحابي موطان لا يموتوا عارف داك لا راك شي قوام ان شاء الله يحفظ ربي العالمين يحسن الجاني ربي قدر تبدل شويه غمبوب نش اي ناس من تاع البقاو السي نشا الله يودي كي ذوما موطان نعرف الفنان عبدو من طيب الله يودي واه يودي واه اموت عبدو السؤال قطريت من يعني جاوبي خاص السؤال انا سيدي على واش السريخ شا مليح ممكن يتعاود شويه شي حاجه قدي النظا تمنيت هذه بنطيب شنو المشروع عموني خمسه سيدي بنطيب نتمني غدا سيرين تمار المشاريع يخضر بعض غير شي نغاب عند حباوه غدا سيرين غدا سيري شويه ميغا تاع الرواجني بوبريثون مثلا غدا سيري شويه الشركات غدا سيرين شويه توبيسون المواصلات امو فهمتي ذا وذا المساكين قاع نشي نزدو شويه تسمى قبيلاج امو كذا ولكن هذا سي وذا المساكين تاسن زي بارا زي العروبية يخصا او عشين هذا يعوح غذا الدهب باش هذا يوض غذا الدهب يعني اتاس نتكافيسا اتاس المسائل ونتمنى ان شاء الله كل شيء مليح ان شاء الله وثم واحد نخر بدا الصباح شن جزيدني خوالو شن حاشن جزيد قيفو شن عب ايام زقوامي العنوان سابريد هولندا عربي على السادسة راح نساء وقو السنة كان يجب فيديو كليب قنسو جديد ان شاء الله وتمني خا اورينو مره ديوض غي موتوان اذا يتحبان اي موتوان نعرف وا ارو خان شي موتوان مو متقاك كاتا سنو ذان كانس ومي كان اي موتوان شي موتوان كارتي تسمان يا ارتيست اسبوع هذه اني قيس حساني موسيقى اني ويس حساني موسيقى تسمى كوالو الله يودي واخويا عبد الوحيد اخويا عبد الوحيد ايوم حنينينو راوميت شي درماق راوميت شي درماق ماني تجرح حقينو ماني تجرح حقينو وعليكم السلام ورحمة الله لاباس لا اخويا عبد الوهاب نيشان سرح اد داخل رحمونا رواه اسم الكريمة بعدا سليمان
سي سليمان نهار تواجد نديت بن طيب باش نقرب عليه سقسيتن يتخسن ثاني نديت بن طيب. السؤال نهار هو من يتخسن ابن طيب باش تيري متوازنه النضا شن حوايج قين تدي النضا وجد بوضي ابن طيب تمننت ادري نديت بن طيب. اول حاجه نتكارك نوع داخل المبادريه نتكا ثومة مصطفى نشاو على بالنسبة نشا على حسب الحرفية دي تشيخ تمنى ان شاء الله ولاد ميمون شتينا خي الساعة سنداليتي ولاد ميمون ذا شوين حركة خشا عن سي صالح خشا عن سي صالح يتسمى ذا القصة شوية لما انا وني نش بالنسبة الحاج التجاري تمني خدا ثيري مشنو ولاد ميمون دقني قصارية الملك نتمنى مستقبلا ان شاء الله وقسنو خيج عايشين سنان اخراهين سنة سوسون تمنى ان شاء الله ذا غاخيري منو ني ذا نيتي ذا غاخيري شحاش ندخل زيد السيدف وذمنا ويا ثومة نخاف واحد من اثني ديال خو عاد شان تصرح ما يقام شان تصرح شان تصرح كشواني شان تصرح واش الشارع زي معروف شان تصرح استجارة استجارة مولاد ميمون ولكن زعما تقارن الدنيا طاس باش تقارن ولاد ميمون كشان تصرح قضينا طاس الفرق تشوف غاي مغاول الفرق تما شي ناخذ الفرق ديال 100% الفرق فهمت وذمنا ويا ثومة تحب واحد النظام ماشي تعجبني النظام على حسب مين داي تعجبنيش ناومي تو غايت تما دا مزيان قد تعجبني موشان وساري تقني ربحا سيدي عريض ماكدونالد ما نون ايوا حاليا واخا تعجبها خش جيت للتجارة حنا غنزيو ذان شي حاجة تيد السفر نشتي ثمانية ديال عاشين ما نون اخويا عبد الواحد سي عبد الواحد تبارك الله عليك انا الشباب ديالنا تبارك الله عليك الشباب هزي واحد مزيان مليح الحمد لله ونشكره هادشي يحفظ رب العالمين نهار اللي غاسج الصوت فات تسقو موي زريخ ني غاسا حط البرنامج يكمر اسيدي تفضلوا مرحبا بكم السؤال نهار هو مين خصني بن طيبه ديري مليح شي حاجه قطي النضا تمنى لي بن طيب منش غينخ بزاف ديال المسائل اولها اي صعيبه باش تني تيجي نحاس صعيب تجيني شي حاجه طمز مرور بالشباب مرور الراشدين مرور قرانن بزاف هاد السقسي تي خصك كل اولا تبدي الشباب ملي كاين خصن الشباب غاتجي نجن لائحه جايج لائحه واخا نستيخ باينه لا لائحه مطوله شي حاجه خصيه مش توايش الحاله اللي خصي الشباب ملي خصيت ولا الشكلاش تهتم بزاف يا اخي خصن بزاف وتجيبوا شي حاجه توايش شي حاجه المهمه اي بزاف روح شوف كاينه الكاميرا غتموات بزوره توره تم واط يعني ابري اي ابري واخا البنيه التحتيه زيد هايشتن البنيه التحتيه هي هذيك ثانيا خزاغا سنج البنية التحتية خزاغا المسائل المسائل الكرشي يخصص المنظر ها واحد المنظر نخناقص وبين قل الكاميرا توارث مليح الكاميرا الساس واش المدينة ميختاريخ شوف ها شوف مسائل عشوائية فوضوية واخا شي مشروع موس ماكدونالد يجي قارش سيدي عرين يجي قارش ولاد ميمون يجي قارش طزن حوايج كيفاش مش توارث ديكا المسائل شوف المسائل الاساسيه نش بعدا على حسب الراي الشخصي نش باش يجي نخ واخا قاش على حسب الشباب على حسب يوزان من تمنى من عزو واخا عزو يعني الراي الشخصي نش اولا التعليم عين زعما التعليم التعليم قطع التعليم خصك شي قرخو مشروع عوانيتا قد النظا يخصك تحديث التعليم نش شي غا التعليم وتشري نحشت